عزيزي المشاهد اهلا بك في حلقه جديده من برنامجنا فحصين الكتب برنامج دراسه الكتاب المقدس بطريقه متانيه بذكر حضرتك ان افضل طريقه تتابعنا بيها ان نسختك الشخصيه من الكتاب المقدس تكون قريبه منك يكون معاك حاجه تاخد فيها ملاحظاتك قبل ما نبتدي اصحاحنا المره دي اسمح لي ارحب بضيوفنا في الاستوديو اخي يوسف رياض اهلا بك اهلا بيك اخي فايز فؤاد اهلا, أهلا بك أهلا بيك. عادل الحبيب اهلا بك أهلا بيك خاصه اخي يوسف هنبتدي في رساله غلطي إصحاح واحد كنا اتكلمنا عن مقدمة ليها المرة اللي فاتت والمرة دي نبتدي في الأصحاح الأول وكالمعتاد بنحب نقسم الأصحاح لسهولة دراسته يعني كويس أن أفكر المشاهد أن الرسالة دي متقسمة ثلاث أقسام أساسية أصحاح واحد واثنين دفاع عن رسولية الرسول أصحاح ثلاثة واربعة دفاع عن رسالة الرسول اللي هو الإنجيل الصحيح ثم أصحاح خمسة وستة التحريضات العملية، إحنا في القسم الأولاني واضح أصح واحد اللي فيه بيتكلم عن رسوليته، الأصح متقسم إلى ثلاث أقسام من عدد واحد لخمسة قسم من ستة إلى تسعة إلى عشرة قسم تاني ومن حداشر لآخر الأصحاح قسم الثالث في عدد واحد لغاية عدد خمسة مقدمة ونقدر نشوف فعلاً إن كل العناصر اللي هيتكلم فيها الرسول سواء في هذا الأصحاح أو في القسم أو حتى في كل الرسالة موجودة في كبسولة في الأعداد الخمسة الأولى من واحد لخمسة. بعد كده من ستة إلى عشرة بيكلمنا عن دخول معلمين كذبة حاولوا إفساد الإنجيل في بساطته ونقاوته وهنا بيتكلم عنهم أنهم ناس مقلقين مزعجين ثم يتحدث عن اختباره الشخصي عن ماضيه وعن حاضره وعن مستقبله. في نواله الرسالة من عند الرب وتكليفه بأنه يبشر النفوس بهذا الإنجيل الصافي النقي الذي عرفه عندما كان مسافر في طريق دمشق بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح والله الاب الذي اقامه من الاموات وجميع الاخوة الذين معي الى كنائس غلاطية اخ عادل بيبتدي باول عددين افتتاحية للرسالة القلنا ضوء عليها زي ما فهمنا من الاخ يوسف ان في الاعداد دي بولس بيدافع عن رسوليته بيؤكد ان الرسولية لا مصدرها بشري ولا بواسطة انسان لانه قال آه رسول لا من الناس ولا بانسان. ربما البعض يفتكر ان بولس لما بيقول عن نفسه انه رسول دي حاجه من الكبرياء او الاعتزاز بالنفس، لكن في الحقيقه لم يكن بولس متكبرا او معتزا بنفسه لاكثر من سبب. اولا لان بولس كتب 14 رساله. لو بولس شخص متكبر كان في مقدمه ال 14 رساله قال انه رسول. لكن بنفاجئ ان في رسائل لم يذكر اسمه مطلقا زي رساله العبرانيين في رسائل تانية بيقول عن نفسه عبد زي رساله فيليبي في رسائل بيذكر اسمه مجردا زي رساله تسالونيكي في رسائل بيقول عن نفسه انه اسير زي فيليمون اما الرسائل التي يعلن فيها حقا جديدا زي افسس وكولوسي يذكر انه رسول او في رسائل تانية بيكون في معلمين كذبة شككوا في رسوليته فلابد ان يذكر عن نفسه انه رسول زي رساله كورنثوس وزي رساله غلطية أه باكد الفكر ده ان بولس ما كانش ابدا متكبر مثلا لما بيقارن بين نفسه وبين باقي الرسل بيقول عن نفسه انه اصغر جميع الرسل لما يضع نفسه جنبا الى جنب مع جميع القديسين بيقول انه اصغر جميع القديسين لكن ده كمان في تموساوس الاولى بيعبر عن نفسه يقول انه اول الخطاه. اذا لما بيقول بولس رسول مش معناها تكبر لكن الزم ان يكتب ذلك لانه يحامي عن الانجيل. لكن كمان يلفت النظر انه لما بيؤكد مصدر الرسوليه انه مش من انسان لكن يقول بل بيسوع المسيح والله الاب الذي اقامه من الاموات. هل هناك ضرورة أن يذكر التعبير الذي أقام من الأموات؟ نعم وأعتقد على الأقل لسببين السبب الأول لأن بقيامة المسيح من الأموات الآب برهن على كمال وكفاية عمل المسيح لو لم يكن عمل المسيح كافي ما كان الآب أقام من الأموات وده ده بيبقى يعني زي ما تقول ضربة حاسمة للمعلمين الكذبة اللي بيقولوا ان عمل المسيح وحده غير كافي، لا عمل المسيح كافي والدليل ان الله الاب اقامه من الاموال. لكن السبب الثاني لان بولس عندما تسلم الرسوليه او التكليف لم يتسلموا من المسيح في حياته بالجسد زي سائر التلاميذ لكن تسلموا من المسيح الممجد المقام من الاموال. علشان كده كان لازم يذكر التعبير ان المسيح اقيم من الاموال. في ناس متعوده تقول معلمنا رساله معلمنا بولس وفي ناس بتقول رساله القديس بولس لكن دقه الوحي وعظمه الوحي ما قالش معلمنا لان المسيح قال تعبير جميل جدا في متى 23 لا تدعوا لكم معلما على الارض لان معلمكم واحد اللي هو المسيح وعشان كده تعبير معلمنا بولس مش دقيق يتعارض مع اللي قاله المسيح في متى 23 ولو قال رسالة القديس بولس أيوة. كل المؤمنين قديسين صحيح يعني البعض بيظن أن قديس بولس ده حاجة ده بس البولس ولفلان ولعلان والحقيقة التي نتعلمها من الكتاب المقدس أن كل المؤمنين الحقيقيين هم قديسين في المسيح وعشان كده رائع بولس رسول بيؤكد على رسولياته ده الكلام الصح لكن هو رسول لكن كمان معاه جميع الاخوه بقيه المؤمنين اخوه وجميع الاخوه الذين معي الى كنائس. مش الى كنيسه الفلانيه لكن الى كنائس غلطيه زي ما واحد قال هناك بعد محسوب بين الرسول وبين المؤمنين نتيجه انهم ارادوا تشويه نعمه الله وادخال فرائض ناموسيه لذلك هنا بحكمه الهيه اراد ان يشعرهم من البدايه بانه مش سعيد باللي حاصل في وسطهم انا بلاحظ التوافق بين الاب والابن في الخمس اجزاء في الخمس ايات في الجزء الاول على يذكروا مرتين الاب ويسوع المسيح ويذكر يسوع المسيح والاب مره ياتي ذكر الاب قبل يسوع المسيح مره ياتي ذكر الرب يسوع المسيح قبل الاب الاثنين متفقين في الغرض بلغه تكوين 22 ذهب كلاهما معا، فسواء في تكليف الرسول بولس كانوا في تمام الاتفاق مع بعض، او سواء في غرض المسيح والاب انه ينقذنا من العالم الحاضر الشرير في اتفاق بين الاب والابن، فبشوف فيها وحدانيه وبشوف فيها تميز في الاقنوميه. نقدر نقول ان لا من الناس ولا بانسان يعني لا بالانتخاب ولا بالتعيين. صحيح. لا من الناس مش الناس اللي انتخبتني لأن في بعض الوظائف أو بعض الأوساط الكنسية بتعمل مثل هذه المسائل انتخاب، لا أنا مش من الناس مش الناس اللي عينتني ولا بإنسان بالتعيين وهذا أيضا لم يحدث مع الرسول بولس ونحن لا نجده إطلاقا في الكتاب المقدس مسألة الانتخاب أو التعيين. الإنجيل كلمة إنجيل تعني بشارة أو أخبار سارة والكلمة لا تعني مطلقا مجرد كتاب ولكنها تعني في المقام الأول الرسالة التي تكرز بها المسيحية وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب فالإنجيل الذي هو الاخبار المفرحه التي مصدرها الله لا يعني فقط ان المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب اي كتب العهد القديم وانه دفن برهانا على ان موته كان موتا حقيقيا ولكنه ايضا قام في اليوم الثالث حسب الكتب اي حسب ما هو متنبا عنه ومرموز اليه في كتابات العهد القديم والايمان المسيحي بخبر الانجيل يعني ان يصدق الانسان هذه الحقائق بالقلب بعقله وعواطفه وقواه الاراديه ويخصص هذه الحقائق لنفسه للافاده من شخص الرب يسوع المسيح وعمله وهذا هو الايمان بالخبر الذي يخلص نعمة لكم وسلام من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح، الذي بذل نفسه لأجل خطايانا، لينقذنا من العالم الحاضر الشرير، حسب إرادة الله وأبينا، الذي له المجد إلى أبد الآبدين، آمين. أخ يوسف باقي المقدمة زي ما حضرتك قلت لنا هي الاعداد من ثلاثة الخمسة عايزين نبص عليها آه يقول نعمة لكم وسلام من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا آه بيتكلم عن النعمة وعن السلام مصدر كل شيء تمتعنا به هو نعمة الله وبدون النعمه ولا واحد فينا كان يقدر يشتري او يمتلك او يستحق. احنا محتاجين ان ربنا لو تعامل معنا يتعامل معنا بالنعمه والا فالهلاك مؤكد. لا امل للبشر الا في نعمه الله ونشكر الله لان نعمه الله متوفره، الله عنده نعمه غنيه تعامل بها معنا وظهرت في ربنا يسوع المسيح. فده الاساس اللي بناء عليه حصلنا على كل البركات. لكن النتيجه لما قدمه لنا الله بالنعمه هو السلام. فنعمه لكم وسلام من الله الاب ومن ربنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لاجل خطايانا. في العهد الجديد نجد ان كلمه بذل نفسه تتكرر سبع مرات. الرسول يوحنا ذكر لنا واحده منها في انجيل يوحنا. أصح عشرة الراعي الصالح يبذل <applause> نفسه عن الخراف والرسول بول ذكر ست مرات أخرى هنا واحدة من ضمن المرات الست الذي بذل نفسه لأجل خطايانا والغرض لينقذنا من العالم الحاضر الشرير احنا عارفين أن العالم القديم كان عالم شرير وغرق في الطوفان وجاء العالم الحاضر فهل العالم الحاضر أفضل من العالم القديم بكل اسف العالم الحاضر الشرير وزي ما انتهى العالم الاول ايام نوح بالطوفان في مصايب جايه على العالم الحاضر نتيجه شره في ما يسمى بالضيقه العظيمه بس ربنا ماجل ما هذا الضيق لغايه لما ترفع الكنيسه لان مش ممكن ينزل الغضب وكنيسته موجوده على الارض عشان كده الله قصد ان ينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب اراده الله وابينا فنحن الان في العالم لكننا لسنا من العالم انتهى الاخلاقيه المسيحيه أنه هيتكلم كلام شديد اللهجه في الرساله دي. أي. لكن لا يحرمهم من هذه التحيه المعهوده بتاعته النعمه, النعمة والسلام كان عايز يقول لهم بالنعمه هي لا تصلح المشكله بتاعتكم وانا في الاخر عايز اتمنى لكم السلام انكم توصلوا لهذا صحيح. السلام فمش معنى ان احنا نصلح قضيه او مشكله تعليميه عند حد ان احنا نهده من الاول بالعكس احنا نقدم له النعمه والسلام ايضا لكن بمجرد ما ذكر المعلمين الكذبه هنلاقي في الاعداد الجايه بدءا من عدد سته تغير نغمه الرسول بولس لانه دخل زي ما بيسميه بعض الشراح الى موقع حربيه وك... واشر الحسام بتاعه لكي ما يحارب الضلال لانه موضوع لحمايه هو كانه بيقول لهم ان النعمه مرتبطه بالسلام، طالما المصدر نعمه يبقى النتيجه المؤكده سلام. صحيح. والتحول عن النعمه معناها القلق والانزعاج والخوف، لان انا مهما كانت حالتي لكن لو أعرف ان انا معايا اله كل نعمه فكيفما كانت حالتي وظروفي اقدر يعني اقوم وارجع الى ابي واقول لابي انا حالتي وحشه وعكيت ولخبطت لكني انا جاي متكل على نعمتك. فده يديني حتى وانا راجع من الكره البعيده الى الاب انا شاعر بسلام وطمانينه مش في لاني مش بفكر في نفسي لكن بفكر في اله كل نعمه، لكن اذا تحولت عن النعمه وبصيت لنفسي لانجيل اخر يتكلم عن اعمالي وحالتي، فاذا هفضل طول عمري انا مقلق وخايف لان انا شايف نفسي مفيش فيش فيا مصدر يجلب لي سلام وطمانينه. فهو عايز يقول لهم من البدايه ان النعمه المصدر نتيجته سلام. وبعدها بيتكلم ان اذا تحولتم عن النعمه وعن اله كل نعمه النتيجه مفيش الا القلق والانزعاج. صحيح. جميل انه لما بيقول في عدد اربعه الذي بذل نفسه لاجل خطايانا يضيف بعد كده يقول حسب اراده الله وابينا. عكس ما يعتقد البعض ان في صليب المسيح تعامل الله فقط تعامل الاب فقط بالعدل وتعامل الابن بالرحمه من جانبه لكن في الحقيقه في صليب المسيح. مش بس كان عدل من الاب لكن كان برضو رحمه ومحبه من الاب تجاهنا وده ياكده الكاتب في يوحنا 3.16 هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه اذا صليب المسيح مش بس عدل صرف من الاب لكن عدل ورحمه في نفس الوقت وحته حسب اراده الله وابينا احنا عندنا حاجتين تموا بيقول بذل نفسه لأجل خطايانا دي حاجة الثانية لينقذنا من العالم الحاضر يا ترى أيهما حسب إرادة الله وأبينا الاثنين الاثنين عندما بذل حسب إرادة الله وأبينا الآب كان زي ما سمعنا أن ذهب كلاهما معا الآب والابن في تمام التوافق أن يبذل المسيح نفسه حسب إرادة الله وأبينا ولما انقذنا من العالم الحاضر الشرير ايضا حسب اراده الله وابينا واحنا عارفين الثو... ال... الازدواجيه ديت ان دايما بنقول ان الروح القدس ضد الجسد وبنقول دايما ان المسيح له كل المجد ضد الشيطان والاب ضد, ضد, ضد العالم. العالم فانقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب اراده الله وابينا انا فينا هناك كلمات ذكرها الروح القدس بلغتها الاصليه لغلاوتها وقيمتها او لخطورتها وشهرتها في اوساط الكنيسه الاولى فقد خلد الروح القدس كلمات خرجت من فم الرب باللغه الاراميه التي كان يتكلمها الرب مثل ايلي ايلي لما شبقتني ومن الكلمات التي اشتهرت في اوساط الكنيسه الاولى وابقاها الروح القدس نظرا لخطورتها هي أناثيما وهي يونانية معناها ملعون أو محروم وذكرت دائما للتحذير من أمر خطير فوردت في أربعة مواضع في العهد الجديد ومن خلالها أوضح الرسول الآتي واحد أن المؤمن الحقيقي لا يمكن أن يجدف ويلعن اسم المسيح فروح الله الساكن فيه عمله تمجيد المسيح أما إذا لعنوا شخص الاسم الحسن فهذا من سمات الأرواح الشريرة التي تجدف على اسم الرب اثنان أي مؤمن حقيقي لا بد أن يحب المخلص ويعبده ومن لا يحب الرب يسوع فهو مدان وملعون وقد اقترب مجيء الرب يسوع لدينونته ثلاثة أما في غلطية فيكرر بولس مرتين لعنه الله المخيفه على كل من يكرز بانجيل اخر فلدى الله رساله واحده للخطاه الهالكين انه يقدم الخلاص بالنعمه بالايمان بمعزل عن اعمال الناموس لذا يدان كل من يكرز بطريق اخر للخلاص فمن الخطوره بمكان ان يبشر احد برساله تؤدي الى الهلاك الابدي للنفس البشريه الغاليه التي مات المسيح لاجلها لذلك لم يتساهل الرسول ابدا مع المعلمين الكذبه الذين حاولوا تشويه النعمه وتهويد المسيح اني اتعجب انكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر، ليس هو آخر، غير أنه يوجد قوم يزعجونكم، ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح، ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما. كما سبقنا فقلنا أقول الآن أيضا إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أنا فينا أفأستعطف الآن الناس أم الله أم أطلب أن أرضي الناس فلو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدآ للمسيح أخفاز على غير عادة بولس فى رسائله ينتقل مباشرة للموضوع بتاعه فيبتدي يعرض لنا المشكله الاساسيه في الاعداد من 6 ل 10، ادينا فكره عنها وعن المشكله اللي اتكتبت عشانها غلطية هو كمان ب... على غير عاده الرسول بولس يتكلم بحده شديده واتصوره متجهم وبيتكلم يعني ش... شرب لانه بيتعجب ان الغلطيين بينتقلوا سريعا بسرعه بينتقلوا عن عن الذي دعاهم بنعمة الله والغريبة أنهم مش بينتقلوا عن نعمة الله لكن بينتقلوا عن إله كل نعمة الذي دعاهم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر المشكلة أن هم قبلوا نعمة الله واتجددوا وأمنوا بالمسيح مخلصا وفاديا بالنعمة لكن بسرعة المعلمين الكذبة جولهم قالوا لهم المسيح حلو زي الفل والمسيح هم مش بيقوموا الإنجيل المعلمين الكذبة مش بينفوا موت المسيح لا هم بس قالوا المسيح رائع وجميل وموته أساسي لكن المسيح لوحده مش كافي، المسيح لوحده يجب اضافه بعض الاشياء اليه، عايزين ايه؟ قالوا الختان واعمال الناموس وتحفظوا الناموس. فده اعتبر الرسول بولس افساد للانجيل وتشويه للنعمه، واذا احنا افسدنا الانجيل وشوهنا النعمه يفضل لنا ايه؟ النعمه فيها الانعاش والانقاذ من كل مشاكلنا ورد النفس لكل مؤمن تعبان او مؤمن واقع في مشكله، فاذا انتم افسدتوا الانجيل فرسول بولس وبسرعه كمان فرسول بولس بحده وبشده ينطق بالاناسيمه الالهيه مرتين في باراجراف واحد انا لا اتذكر انه اتكلم عن الاناسيمه اناسيمه كلمه تعني يكن محرومًا او يكن ملعونًا قالها مره واحده في رساله مليئه بالمشاكل في كورنثوس الاولى اصح 16 ان كان احد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن اناسيم بالرغم في مشاكل كثيره لا لكن لم ينطق بالاناسيمه الالهيه اللعنه والحرمان على واحد اي واحد عامل مشكله لان النعمه كفيله تحل كل مشكله، لكن اذا افسدتوا الانجيل لا ان كان مرتين لكن ان بشرناكم نحن او ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن اناسيما ومره تانية يقولها ان كان احد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن اناسيما افساد الانجيل خلط الناموس بالنعمه تشويه النعمه الرسول بولس كان محتد جدا ومش قابل حاجه زي كده واحد قال ماذا تفعل الدولة مع شخص إرهابي اكتشف أنه يسمم الريزرفوار الفنطاس بتاع المية اللي بيغذي المدينة كلها بيحط السم في المية تعمل في إيه؟ أفتكر الإعدام قليل عليه ده عاوز يقتل آلاف اللي هيشربوا من المية واحد بيشرب مية وتسمم المية أفتكر الإعدام قليل عليه لذلك كان حضرتك بتقول أنه كان في منتهى الشدة والحدة طبعاً طبعا لأن ده بيفسد الإنعاش الإنجيل هو الذي ينعش الإنجيل هو الذي يخلص حطوا السم في الإنجيل أن المسيح لا يكفي وأنه مفروض مننا أننا نعمل أشياء أخرى لذلك أعتقد حدته وشدته مبررة ومفهومة تماما عند كل شخص يحب المسيح ويحب النفوس يعني فيها إهانة للمسيح وفيها ضمار للنفوس فإذا كان واحد بيحب المسيح والنفوس أعتقد مش كتير ابدا اللي عمله بولس هنا. لما بقول اني اتعجب ما قالش اني اتعجب من دخول اخوه كذبه او معلمين كذبه لان ده المتوقع. حتى انه في اعمال 20 29 30 لما بيتكلم لقصوص كنيسه أفسس يقول لهم ان بعد ذهابي يدخل بينكم ذئاب لا تشفق على الرعيه ومنكم انتم ايضا يقوم رجال يتكلمون بامور ملتويه ليجتذبوا التلاميذ وراءه فالتعجب مش لدخول الاخوه الكذب لكن التعجب لحاله المؤمنين اللي في غلط وفي الحقيقه كلمه التعجب في اليونانيه لها معنيين معنى يدعو للاندهاش من شيء مفرح ومسر او معنى تاني الاندهاش من شيء يستحق اللوم والتوبيخ على سبيل المثال الحاله الاولى الاندهاش من شيء يستحق او شيء مفرح مسر متى 8 لما الرب سمع من الرجل قائد الماء الكلام الجميل لما قال له ما استحقش انك تدخل تحت سقفي قل كل كلمة فيبرأ غلامي فلما سمع يسوع تعجب وقال للناس اللي موجودة لم أرى في كل إسرائيل إيمانا بمقدار هذا لكن هنا التعجب من النوع الثاني اندهاش لشيء يستحق اللوم والتوبيخ لأنهم تحولوا عن إنجيل النعمة إلى إنجيل آخر صح يلفت النظر ان كلمه اخر مذكوره مرتين، لكن هي طبعا في اليونانيه كلمتين بيقولوا يتكلموا عن شيء اخر، اخر من نفس النوع واخر من نوع مختلف، فالرسول بولس لما بيقول في الايه 6: اتعجب انكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمه المسيح الى انجيل انجيل من نوع اخر، ليس من نفس النوع، وبعدين يرجع يقول ليس هو اخر، لكن هو مش من نفس النوع. لكن ده من نوع مختلف تماما الكلمتين يعني مش هما نفس الكلمة آخر من نفس النوع وآخر من نوع مختلف أنتم تنتقلون إلى إنجيل من نوع آخر هو في الحقيقة ليس إنجيلا على الإطلاق لأن ده مش إنجيل الإنجيل اللي بيمجد الإنسان اللي بيطلب من الإنسان أنه يعمل حاجة ده مش إنجيل على الإطلاق فإزاي أنتم تتحولوا إلى حاجة تانية خالص هي في الأصل ليست إنجيلا على وجه الإطلاق يعني عدد ستة لما بيقول إلى إنجيل آخر باليوناني هوتيروس وتعني ديفرنت مختلف مش إلس الكلمة الثانية ألوس باليوناني اللي هي جت في عدد سبعة اللي هي إلس بالإنجليزي إلس فعدد ستة ديفرنت جوسبل أو مخالف في بعض الترجمات قالت إنجيل مخالف غير الإنجيل آه ليس هو إنجيل على الإطلاق وواحد شبهها تشبيه جميل قال عندما يخبرني شخص ان الدين اللي كان عليا هو راح المحكمه وسدده ده خبر حلو اقول له متشكر جدا فرحتني لكن ماذا لو قال لي انا سددت لك ال جنيه اللي كانت عليك بس عندي خبر مش حلو انك عليك ألف جنيه اكتشفت ان عليك دين اخر فهذا ليس هو خبر صار على الاطلاق لما يجوا يقولوا ان المسيح سدد عنك الدين بس انت مازال عليك دين تاني اسمع ان بعض الاوساط المسيحيه بتقول ان المسيح لما مات مات عن خطيه ادم بس خطاياك انت شد حيلك واعمل او اعترف او اي شيء علشان خاطر تغفر لك هذه الخطايا الفعليه اين اين الانجيل هنا انه ليس انجيل على الاطلاق ده اللي بيقصده الرسول بولس اني اتعجب انكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر ليس هو إنجيل على الإطلاق لكن يوجد قوم يزعجونكم والكلمة دي اتقالت هي بعينها في أعمال 15 لما دخل المعلمين الكذبة أزعجوا وأقلقوا وفي الحقيقة الخبر الصار بيفرح والخبر النكد اللي بيقولوه المعلمين الكذبة بيقلق ويزعج لما بيقول في عدد ثمانية إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أنثيما. طبعاً تعبير ملاك من السماء ده فرض مستحيل أو فرض جدلي لأن مش ممكن أبداً إن الملاك هيقدم كلام بشارة. والدليل على هذا الكلام في أعمال عشرة لما الرب أرسل ملاك اليوس ما راناش إن الملاك بشر كيرين اليوس لكن بيقول له أرسل استدعي سمعان بطرس يقول لك كلامًا به ينبغي أن تخلص، فده فرض جدلي. لكن كمان الملاحظ في هذا العدد حاجة جميلة جدًا. لما بيقول إن بشرناكم نحن أو ملك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أنثيمة بمعنى إن إحنا كمستمعين ما نمشيش وراء الخادم مهما كان اسمه غماوي، يعني ما نمشيش وراه تابعين بدون أن نراجع. مؤمنين برية كانوا أشرف بكثير من مؤمنين تسالونيكي. إنهم لما كانوا بيسمعوا كلام من الرسول بولس كانوا بيرجعوا من وراه يتحققون بناء على الكتب هل هذه الامور هكذا ام لا فاستحقوا من مدح من الرسول بولس لكن تلاحظ اخ عادل انه بيقول ان بشرناكم نحن او ملاك من السماء. من السماء من السماء لم يقل ملك من الله صحيح لان الملك من الله لا يمكن انه يذيع اخبار كاذبه صحيح. صحيح. مش ممكن لكن ملك من السماء يتضمن الارواح الشريره صحيح لأن أنا. إبليس عنده ملاك وهذا الملاك ممكن يزور الإنجيل أه أيوة. ممكن يزور الإنجيل لا عجب إذا فالشيطان يغير شكله إلى شبه, شبه ملاك نور وخدامه برضه يعني. بيعملوا كده عشان كده بيقول لو إحنا أو ملاك من السماء أعتقد ده شيء يعني قطع. قاطع وجازم إن إحنا عندنا كلمة الله مسجلة في الكتاب المقدس اي شخص ايا كان بولس بيقول نحن او ملاك من السماء بغير ما بشرنا فاحنا هنعود زي ما قلت دلوقتي الى الكتاب المقدس نراجع عليه اي صحيح. كلام صحيح. اخر اذا كان يتوافق مع الكتاب فوق الراس صحيح. واذا كان يختلف عن هذا الانجيل هذا الكتاب المقدس ما يلزمناش عايز ارجع لكلمه اخر مره ثانيه آه آه لان يمكن توضح اكتر لما نفتكر ان الرب يسوع المسيح لما اتكلم عن المعزي الاخر استخدم نفس الكلمه اللي حضرتك بتقولها انها المعزي من نفس النوع صحيح لكن لما بيتكلم عن ملاك اخر في سفر الرؤيا سواء صح 8 او 10 او 18 لما بيتكلم عن ملائكه لكن يرجع يتكلم عن ملاك اخر يقدم صلوات القديسين الى الله يستخدم الكلمه اللي هي ملاك من نوع صحيح. اخر مش زي الملائكه العاديين، ففي آخر من نفس النوع وفي آخر من نوع مختلف، ففي إنجيل من نفس النوع اللي هو بيتكلموا به بي الرسل هو إنجيل واحد لكن بجوانب متعددة كل واحد من الرسل بيركز على ناحية معينة في البشارة الحلوة عن موت وقيامة المسيح، وواحد تاني بيركز عن ناحية تانية لكن في بقى تشويه دي حاجة ليست إنجيل على الإطلاق. عدد ستة جميل لما بيقول اني اتعجب انكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمه المسيح لما نوصل لعدد 15 ولكن لما صر الله الذي افرزني من بطن امي ودعاني بنعمة. بنعمتي دعاكم بنعمه المسيح دعاني بنعمتي يعني بالنسبه للمؤمنين في غلاطيا الاساس في الدعوه هي نعمه المسيح والاساس في دعوه الرسول بولس في عدد 15 نعمة هي نعمه الله نعمة يبقى اذن المصدر المصدر واحد اللي صحيح. هو نعمه ولولا النعمه لا كنت اشوفك ولا كان لي مكان في السماء ولا كان لي اي تواجد انا احنا مديونين فعلا سواء في الخلاص او في الخدمه لنعمه صحيح. المسيح عدد 10 برضو بيبين صفه جميله اوي من صفات هذا الخادم الرائع لما بيقول أف... أفأستعطف الآن الناس أم الله أم... أطلب أن أرضي الناس في الحقيقة دي صفة جميلة يا ريت تتوفر فينا كلنا كخدام بولس لم يكن رجلا يجار العصر أو يريد أن يرضي كل الأهواء لكن قاطع لا يرضي إلا المسيح الذي جنده من الملفت للنظر لما بيقول كلمة الآن ربما بولس في ماضيه كان بيحابي أو بيستعطف ناس زي رؤساء الكهنه بيحاول يرضيهم باي طريقه كانت لكن الان في المسيح الوضع مختلف هو ما عندوش استعداد ابدا يرضي اي كائن من كان لكن يرضي المسيح الذي جنده انا اعتقد كمان ان كما سبقنا فقلنا اقول الان ايضا فيمكن فيها اشاره ان الرسول بولس لما كان عندهم استشعر بحسه النبوي ان المعلمين الكذبه جايين جايين زي ما قال وحذر شيوخ افسس فهو قال لهم قال لهم نفس الكلام ده قال ان جه حد وبشركم بغير الكلام اللي انا بقول لكم عليه ده اللي انا قابلته من الله فليكن اناسيم اديني بقول لكم مره تانية وبرضه مره ثالثه ينطق بالاناسيمه كان الخيط المسدوس لا ينقطع سريعا يعني تحذير ولهجه قاسيه ان اللي يشوه الانجيل اللي يفسد الانجيل لا تبقى له الا اللعنه والحرمان من كل ما من كل ما يمكن ان يتمتع به الانسان بالنعمة الإلهية الصافية يعني ده معنى جميل الحاج أشرت اليه أن عدد تسعة كما سبقنا فقلنا ربما تشير إلي أثناء وجوده أو نعم. قد تعني يعني هذا التفسير جميل أو, أو قد تعني أيضا أنا قلت في عدد ثمانية ولم تكن زلت لسان أو, أو زلت قلم أنا أعنيها لذلك أنا قلت وأقول أيضا اني مصر على ذلك ان بشرناكم نحن او ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن انا ثيمة ومرة تاني كما سبقنا فقلنا اقول الان ايضا ان كان احد ايا كان هذا الاحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن انا ثيمة يمكن في عدد عشر كمان في تلميح الى الاخوة اللي في اورشليم طبعاً ليهم تقديرهم وليهم احترامهم لكن هو بيتصور ان ممكن معلمين الكذبه اللي ألف مره من المرات يبدو انهم جايبين جوابات توصيه من اورشليم من عند بطرس هو قال انا مش محتاجة جوابات توصيه زي غيري يمكن كانوا جايبين بجوابات توصيه فيمكن ناس جم قالوا احنا جايين من عند بطرس من عند يعقوب من عند يوحنا من عند الناس المعتبره اللي كانت مع المسيح اثناء وجوده على الارض اللي شافوا المسيح لكن ايه بولس ده اللي طول عمره بيهاجم المسيح ده لسه من كام سنة جه للرب ودلوقتي هو بيقول بينادي المسيح إحنا جايين من عند الناس اللي سمعوا المسيح وشافوا المسيح اللي هم الرسل فهو بيقول حتى لو جه حد من عند الناس دي واتكلم بغير اللي انا بقوله ده انا مش هراعي دول جايين من عند بطرس ولا دول جايين من عند يعقوب وهو اثبت كده عمليا في أصحاح اثنين لما بطرس كان ملوما هو يعني انجاز التعبير ماسكتلوش وقاوموا مواجهة فحتى مهما كان مين يجي يتكلم بعكس الإنجيل الصافي لا أنا مش هرضيه مش حربي ولا حراعي مشاعره أنا هرد عليه لست لست أرض الناس لو كنت أرض الناس يبقى ما استحقش أن أكون عبد المسيح كلمة فليكن أناثيمة برضو من ضمن معانيها مخصص للخراب بس مش معنى كده أن بولس بيقطع طريق التوبة على أحد لا هذا الأخ الكاذب أو المعلم الكاذب إن استمر للنهاية في ذات الطريق فهو مخصص للخراب لكن لو استثناء أن هذا الأخ تاب ورجع هل له توبة وقبول بالتأكيد أعتقد يوضح الكلام ده لما بيتكلم بطرس لواحد زي سيمون الساحر في أعمال الرسل أصح ثمانية لما بيقول له في عدد عشرين فقال له بطرس لتكن فضتك معك للهلاك لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم يضيف في عدد 22 ويقول له فتب من شرك هذا واطلب إلى الله عسى أن يغفر لك فكرة قلب فإن استمر الأخ الكاذب في هذا التعليم للنهاية هو مخصص للخراب لكن إن تاب في أي وقت فباب التوبة مفتوح انا اعتقد انه بيلفت بيلفت النظر اليهم في اصح خمسة عدد 12 لما بيقول يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون ايضا يعني يا ريتهم يتكلموا عن القطع الحقيقي يا ريتهم يتكلموا مش عن ختان علامه في الجسد هي دي الطريق الى ان احنا نتمتع بالخلاص والتبرير لا يا ريتهم يعدلوا من مسارهم ويتكلموا عن الختان الحقيقي او عن القطع الحقيقي وهو مش بيقطع الطريق قدامهم للتوبة وتصحيح المسار لكن هذا جزء في الحقيقة التعليم البارز فيه أن الله لما بيدي تعليم لا يمكن أنه يناقضه بحيث أن مش ممكن أبدا يدي إنجيل للرسول بولس وبعدين يجي واحد تاني يقول أنا يا جماعة جاي من السماء ملاك أو أنا يا جماعة جاي من الرسل هذا يستحيل وعندنا قصة في العهد القديم تذكرنا بذلك في سفر الملوك الأول أصح 13 رجل الله من يهوذا أخذ رسالة من الله محددة وواضحة وقاطعة روح تكلم بالقضاء على بيت إيل لكن لا تاكل هناك ولا تشرب هناك ولا تبيت هناك ولا ترجع في نفس الطريق والراجل في الحقيقة كان رجل محترم بلغ رسالة القضاء ورجع بس غلطته أنه ما رجعش بسرعة وتخلف في نق... ارتاح تحت الشجرة وهنا وصل خبر لنبي من بيت إيل بس النبي ده في الحقيقة كذب على رجل الله وما كانش فيه عذر الرجل الله كن النبي يكذب عليه لأن الله لا يمكن أن يغير كلاما سبق وقاله فرح للراجل ده وقال له تعالى كن معي قال له لا ربنا قال لي فقال له أنا كمان نبي وربنا قال لي انك تيجي هل يمكن الله يغير ان كلام يقول كلام وبعدين يرجع في كلامه تاني عشان كده احنا بنعتبر واحده من اقوى واعظم الادله على الكتاب المقدس وصدقه ان ما يرد في العهد القديم هو بعينه الذي نجده في العهد الجديد والا يبقى الله تغير يبقى مش الله عشان كده قمه وروعه وعظمه الاعلان المسيحي الانجيل بتاع المسيح ان احنا ممكن نقدر نلاقي الانجيل في العهد القديم ونلاقي الصليب في العهد القديم ونلاقي القيامه في العهد القديم نلاقي كل التعاليم الرئيسيه اللي بنتكلم عنها في العهد الجديد نلاقيها في العهد القديم هذا يعطي مصداقيه ان الكتاب المقدس كتاب صحيح لان ما في العهد القديم هو بعينه اللي في العهد الجديد اما اذا يجي لي واحد بتعليم بتاع امبارح لا ما مالوش عظمة الكتاب إن أول أصفار موسى الخمسة اللي أدها راجل محترم موقر كان مؤيد من الله بأيات قدام الشعب بعد كده كل الإعلانات اللي جت بعد أصفار موسى الخمسة كانت كلها متوافقة نعم. وليست متعارضة مع الإعلان الأول حتى لما الرسول بولس بيتكلم عن إنجيلي الإنجيلي الذي أنادي أنا به ده ليس بالاختلاف عن الإنجيل اللي كان بينادي به الرسول يوحنا ولا بالاختلاف عن الانجيل اللي بينادي بيه الرسول بطرس كل واحد من الثلاثه كان بيركز على ناحيه معينه من الاخبار الساره اللي جايه عن موت وقيامه المسيح صحيح. الرسول يوحنا بيركز عن المحبه موت المسيح ده كان اعلان عن محبه الله للانسان الايه الشهيره يوحنا 3 16 هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه وايضا يوحنا الاولى 3 16 بهذا قد عرفنا المحبه ان ذاك وضع نفسه لاجلنا فالتركيز يوحنا على انجيل المحبه الصليب اعلان عن محبه الله للانسان الرسول بطرس بيتكلم عن ان الام المسيح برهان على الكلفه الغاليه اللي دفعها المسيح عشان ينقذنا ويخلصنا ويبرهن عن محبته لنا كان شاهدا لالام المسيح هو أكتر واحد اتكلم عن الام المسيح حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبه البار من اجل الأسف شتم ولم يشتم ولطم وصمت في مشاهد اهاناته والنبر على الالام وده اخبار صار المسيح حبني دفع فيا ثمن غالي قوي الرسول بولس بيركز على انجيل المجد المسيح اللي حبنا القصه ما انتهتش بموت والا كانت تبقى مشكله وما يبقاش خبر صار ان المسيح مات احنا مش بنبشر ب... عن مسيح مات دي مش بشاره احنا بنبشر بإنجي... بانجيل يتكلم عن مسيح مات ودفن تأكيدا على أن موته كان حقيقيا لكننا نراه الآن مكللا بالمجد والكرامة الأخبار اللي عندنا أن المسيح اللي مات حل المشكلة صعد فوق جميع السماوات يجلس في عرش الله مكلل بالمجد والكرامة وضع كل شيء تحت قدميه وجعل رأسا لكل شيء هذه الأخبار وبولس اللي شاف المسيح في المجد كان بيركز على إنجيل المجد لكن في النهاية كلهم تكلموا عن خبر واحد موت وقيامة المسيح عزيزي المشاهد هذا هو الإنجيل المقدم لك دون أن يطلب منك شيء ما عليكش حاجة تعملها لأن المسيح عمل كل شيء ممكن أن هو يتعمل وبنعمة موجه لك عمل المسيح وكماله فليتك تقبله أشكركم على وجودكم معنا في الاستوديو واستودعك عزيزي المشاهد لنعمة الله على أمل اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا فحصين الكتب والرقم